شاء الله. سنة 98 كان النادي الأهلي ليه تجربة مع المدرب الهولندي كورفر داخل قطاع الناشئين، ولكن كانت للبراعم فقط. النهارده الموضوع أكبر ويعني وأشمل مع مستر بروكش داخل قطاع الناشئين. عايزين نتعرف منك على طبيعة العمل داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. طبعا أول اجتماع معايا مع كابتن خالد بيبو قال لي حاجة مهمة. اللي هننساه مع اللي هننسى نعمله مع الأطفال الصغيرين بعد كده مش هنلحقه لما يكبروا. فأهم اهتمامي اللي هينصب في كل المراحل العمرية، بس من سن 15 سنة لأعلى فأحسن حاجة العمل الانفرادي والعمل التفصيلي. العمل التخصصي، يعني النهارده حضرتك بتقول ان ممكن يكون في مواهب ممكن يبقى ليها عمل تخصصي داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي عشان تقدر تطور المستوى. اول حاجه اعرف اول ما اعرف الظروف بتاعه التمارين. فطبعا الهدف من اهم الاهداف اللي هو التدريب الانفرادي. جزء من التريننج هيبقى طبعا كل التيم، وجزء هيبقى مجموعات، وبرضه هيبقى فردي. عايزين زي ما احنا بنتكلم برضه عن تطوير اللاعبين، ايضا تطوير المدربين ده شيء مهم. عايزك تكلمنا عن برضو تطوير المدربين داخل قطاع الناشئين. طبعا اهم حاجه ما في قطاع الناشئين، عمل مع قطاع الناشئين، هو تدريب المدربين. فشغلي طبعا هينصب في تدريب المدربين، والمدربين بشغله يعني اتباعا هيدربوا اللعيبه.